الفيديو الأول، الفيديو الأول. كيف تصريحات شيرين اللي ساعات تقولها؟ ايش رايك في كلامها اللي تقولها ساعات في المسرح؟ ما عندها وعي. اي انا ما اقدر الومها، هذه على مستوى اللي تقولها غلط تشوفينه؟ اللي اذكره واللي مو عاجبني موضوع العوانس. اي او ماي جاد، لا اي هذا غلطانه شيرين، كثير غلطانه وجهله. في جهل في الكلمه ذي، عيب ومهي راقية وخالية من أي شمسة. لسه عند رأيك؟ الانترفيو ده على فكرة من قبل كورونا وطلع دلوقتي. هو كان في مناسبة في السؤال إنه كان في هاشتاج لما هي طلعت في حفلة في السعودية أو شيء زي كذا. أي قالت إنه العوانس اللي غيروا مني أو زوجي أو حاجة زي كذا أو something مش مقبول. كنتي عارفة أنه أنا أكثر حد بيناصر المرأة وقت ما المرأة تحتاج مناصرة. تمام؟ فأنا ضد الكلمة دي، فأكيد أوف كورس مش شيء صحيح اللي تقال. ولا حد يتقبل أنه أنت تقولي إحنا في 2021 تقبل أنه حد قال عنه عانس أو مطلقة أو عيب. عيب تصنيف البشر بهذه الطريقة. طيب تفتكري لما تسمع كلام زي ده من زميلة ليها زي أنا مش شمس. زميلة. مش زميلة؟ لا. انت مش مطربة وهي مطربة؟ لا انا ست ربة بيت متخصصة تغذية علاجية وشوية علم نفس. قدامي على الكرسي ليه النهاردة؟ واحب اغني. اعتزلتي ولا ايه؟ لا مش زميلة في حد. والله انا مش ما بنتميش للوسط الفني في حياتي. انا الكنية بتاعتك ايه يا شمس؟ فنانة بعيدا عن الوسط الفني، بس مش زميلة. ضروري يا اختي اكون زميلة. انا لو زميلة ما راح انتقد اي حال. أقعد كل وقت أقول حبيبتي ويا عمري وربي يخلي فلانة وعلانة. الفنانة صاحبة الصوت الحلو الدافئ شيرين عبد الوهاب. مين مختلف على صوتها وأغانيها؟ ولا أنا مش مختلفة عليها كشخص. أنا نيفر في يوم من الأيام، وأرجوكي هذا الكلام ما يتمنتج، نيفر في يوم من الأيام أوجه نقدي للشخص. أنا ما شخصا، أنا أوجه للحالة اللي يمارسها الشخص. ما عندي شخص أنا. طب ليه بتقيمي الحياة الشخصية بتاعت الناس؟ حياة شخصية ديت كلام اتقال ان بابليك، وأنا اتسألت عن موضوع. هي حرة زي ما أنت حرة في آرائك. لا مش هي حرة في آرائها. ما عنديش مشكلة، وأنا حرة في إني أشوف الرأي ده زي ما في ناس كتيرة تشوف آرائي زفت، صح؟ طب افرض شيرين قالت لك أنا ما قلتش الكلام ده. لا هي قالته، ما أنا شفته. ما هو الهاشتاج ده كان عندنا في السعودية، اشتهر كثير يعني. كان عامل كثير. مش ممكن تكون. لا قالته عن دون قصد. لا انا شفت زلت لسان. انا مش بعوانس، لا مش باهانه الجنس البشري بالاخص المراه. تقصد؟ طبعا اوف كورس هي قالت قصد وطلعت اعتذرت عنه. لسه متمسكه برايك اللي قلتيه فيه؟ دينا عن جهله.